Vale. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المجاهدين في الجبهة الشامية نقوم في دك معسكرات النظام ومقرات الشبيحة والإيرانيين في بلدتين نبل والزهراء نصرة لأهلنا في مضايا المحاصرين، وسوف نقوم في دكهم إن شاء الله مستمرين في هذا العمل حتى فك الحصار عن بلدة مضايا بإذن الله تعالى. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.